مصنع إنتاج الحليب بولاية باتنا أحد المشاريع الرائدة التي تسعى إلى توفير هذه المادة الحيوية. خط إنتاج يومي دون توقف يقارب 200,000 لتر. من بنت الأوراس هي المنبنى تاعنا اللي مختصة في إنتاج الحليب ومشتقات الحليب. احنا عندنا رانا نسيو ورانا نغطيو في براسك الشرق كله. الشرق قاعد نغطيو فيه تزويدنا للحليب العادي وحليب البقرة وما من الصحراء ثاني. كما نقول على المؤسسة تاعنا باللي المؤسسة تاعنا معروفة وطنيا باللي من أفضل المؤسسات في الوطن وتحقق في نتائج جيدة جدا ولي برودوي تاعنا راهم يدوروا على الوطن وكل. بآلات ذات تقنية حديثة وبسواعد شباب جزائري 100%، أصبحت ملبنة الأوراس تلبي السوق المحلي 11 ولاية مجاورة. تطوير وتوسيع المشروع من أولويات القائمين عليه في حالة تذليل العراقيل. طلبنا من معالي الوزير يزيدنا في لابودر باش يزيدوا لنا تزيد الكميات تاع الانتاج تاع الحليب، لانه هذا الملبنه راهي تمون في 11 ولايه. مشروع استثماري واعد من شانه خلق ديناميكيه حقيقيه للانتاج في الجزائر خارج مجال المحروقات.